نوفل كيقلب على حل المشكله ديالو، عنده احتياجات خاصه وديما كيلقى مشكل التنقلات ديالو، لكن هو ما فهمش شنو هو هذا البرلمان. بقاو معنا باش نعرفوا مع سوسن. سير جمع الناس اللي في حالك والناس اللي متعاطفين معكم وسيروا دفعوا شي ملتمس للوزير، وضروري تدخلوا معكم شي برلمانيين باش الصوت ديالكم يتسمع من الداخل، فهمتي؟